اللي كاين قلت البهيم ما كاينينش، البهيم قلال، هادشي باش كاين. والعلف غالي على الكساب، العلف عاوتاني غالي، والبهيم قلال والكسابي غالي. كنبيعو دابا اللحم 90 درهم في السوق، و 90 درهم غالي على الناس، المستهلك غالي عليه اللحم 60 درهم، ولكن حنا ما كرهناش. عاوتاني البهيم غالي، الناس غلا عليه اللحم، كان الخروج كثر من هاك. ولكن دابا مثلا اللي موالف كيدي 2 كيلو غيدي كيلو ونص ولا يدي كيلو، اللي موالف يدي كيلو كيدي كيلو الله يرحمه، خصو على حساب جيبو. السوق كاين الثمن، ماشي ما كاينش الثمن، السوق راه فيه الثمن، ماشي على حساب، على حساب الحجم ديال البهيمه، على حساب البهيمه كله. والبهيمه كاين، راه كاين الحولي كيدير حتى 15000 درهم، وكاين الحولي ثاني كيدير 50000 ريال، على حساب جيبك، جي انت وجيبك. الخريف اللي كيذبحوا مثلا الجزار، الجزار كيطيح عليه اللحم دابا ديال الغنمي ب 2600 2400 2500. اللي بغى يقنع بديك البركه اللي عطى الله، راه غيعيد ب 50000 ولا ب 40000. هاد الايامات ولينا وصلنا لواحد النيفو واعر شويه، ولا الغلا الايامات. بنادم هاد الايامات الجزار ولا كيعاني هاد الايامات اخويا، وجاي العيد الناس راه واكله العصا، والله يحسن العوان لينا جميع المسلمين. خويا الحيمات عندنا مش كتقول لي دابا 90 درهم كتجي غاليه، عرفتي علاش؟ ما بنادم ماشي في الاستطاعه ديالو، حيتاش اللحم كان 60 درهم اخويا. الحيمات ديال العجله ولاو دابا صابحين دابا 17 100 18 درهم. لا بغيتي الجوده، بغيتي عجيله بلديين اخويا، عرفتي؟ هاد العجل بشحال اليوم؟ راه بثلاثه المئين و 60000. اللحم راه غاليه، البقري غالي، والسوق راه ما داير والو في بيع عشره. خصي شي الدوله تدخل، دار شي حل هاد المواطنين. احنا راه كنعانيو بزاف كنعانيو، درنا شي حل ودرنا شي الكساب حتى هو يعاونوه. البقري راه وصل 90 درهم 100 درهم غير في السوق، وما حال في الحانوت 110 درهم، وغلمي راه وصل 130 درهم جمله، وغلمي قليل ما كاينش. وخاصة الدوله تدخل، دار شي حل هاد المواطن هذا. ما كاينش بيع شراء، خاص السوق خاويه وما كاين قبله، وحنا كلشي باقي عندنا طول شهور ما كاين بيع لا شراء، حركه عيانه، وحنا تقريبا الغلا، خاص مساعده من الدوله دير لنا شي حل. غير البقر ديال الجفاف هو اللي كاين دابايا، وكتدخل السلعه قليله، والسلعه اليوم السوق ولا هو التليفون. الناس هما اللي لاباس عليهم، والمنتجين الكبار هما اللي دايرين هذا الشيء كامل، والدرويش دابا كياكل في العصا. السوق اللحم 100 درهم حتى 1800 ريال، الهبره 100 درهم، اللحم بعد ما 1800. وكاين ثاني السوق كلشي كيستورد منه، حوانت ديال الحضاره ديال تمارا كامله. الناس كتشوف انت كلشي هو خاوي، الناس ما بقاش كتدخل تاكل اللحم. واش غادي ياخذ نص كيلو ب 50 درهم؟ اش غيطيب فيه الدراري؟ كان تيدي كيلو ديال اللحم ب 60 درهم ب 70 درهم، البقره كيديها ب 50 درهم، حتى الى دار السوق حتى 40 درهم. اليوم كيدي اللحم ب 100 درهم حتى 1800. هو الدرويش راه شحال من واحد نقار مشى بحالو، ملي كيخدم كيخلي من جيبو وكيمشي بحالو. كوارا كلهم تكراو كيخزنوا فيهم الحولي. وتلقى الاشاعات ديال الغلاق، المواطن كيسمع هذيك الهضره كيبقى. والرحبات مثلا السوق ولات، السوق هو التليفون، كيبيعوا السلعه مختفيه في الكوارع، ما كتدخلش للسوق. وصبح الانسان ملي ما الرحبات غاليين كيديروا، ملي كتكون الرحبه ديال الحولي كيديروا 50 درهم للحولي، كيجيبوا ناس كاميو فيه 150 160 كيخلص 700 تاع البرانك ولا تلت. واش هذيك الغلم غادي يبيعها في هذاك النهار؟ ما غيبيعهاش. ها كيهرب الانسان ولا كيبيع البيع شراي، بيع شراي كيختفي السلعه بالكوره، اش كيبقى؟ شكون اللي غيدخل للسوق؟ الرحبات غاليين، خاص يكون تخفيف لهذوك الرحبات اللي كيديروا. حتى الا كان هذاك الانسان غيشري السوق يشري مخفف. خاصنا الاصلاح لهاد القرنة، وخاصنا الاصلاح هنايا، وحنا خدم مستعدين نخدموا هنا. لا بغا يحيدوا القرنه، يديروا القرنه بتنسنا، تكون قرنه مليحه، تكون مزيانه، مستعدين نمشيو ليها. ولكن تيقولوا الناس دابا غيهزوا منه ويمشيو لبنك نادر، راه كاين اللي دابا عاجلي 16 ولا 17 بغا يهزوا، غيدي شحال غيسير عليه وفين غيمشي وشحال غيجري. هنا ديروا الاصلاح، حنا مستعدين اي حاجه اصلاح هنايا، الاصلاح حنا ضروري اصلاح، ولا ما كانش الاصلاح حنا مستعدين ونبقاو في بلاصتنا.
ولكن غادي نمشيو ما غاديش نمشيو بلا ما غادي نمشيو للقناة ديال بوقنادي. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.